طبعا بنشكر بهذه المناسبة الطيبة يعني جلالة سيدنا أبو حسين على تطور قطاع تكنولوجيا والمعلومات في الأردن. لمسنا حكي عن طريق انتشار الإنترنت في كل بيت أردن، وعن طريق تسجيل إلكتروني في الجامعات الأردنية، وعن طريق إخراج إعلامات من الإنترنت. ونتمنى أنه هذا حكي يظل قدام يعني إن شاء الله، وشكراً.